تنسيق معهد فني صناعي قويس نادبلوم صنايع 3 سنوات 2021 إلى 2022. يقبل الكثير من الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية للالتحاق بالمعاهد المؤهلة للكلية الحكومية، ولذلك ننشر لكم من بين هذه المعاهد تنسيق معهد فن صناعي قويسنا من دبلوم صنايع 3 سنوات 2021 إلى 2022. وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنسيق الدبلومات الفنية 2021 إلى 2022 صناعي، تجاري، زراعي وسياحة وفنادق للقبول في الكليات والمعاهد الحكومية. تنسيق المعهد الفني الصناعي. ونشر موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات تنسيق المعهد الفني الصناعي بقويسنا ضمن المعاهد التي تقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني الصناعي، ويتأهل 217,984 طالب وطالبة للالتحاق بالمعاهد الحكومية للعام الدراسي 2021 إلى 2022، وذلك للحاصلين على شهادة دبلوم صناعي النظام 3 سنوات. معهد فني صناعي قويسنا. معهد فني صناعي قويسنا واحدا من بين 16 معهد بمحافظات جمهورية مصر العربية تقبل الطلاب الحاصلين على الدبلوم الصناعي للتقديم في العام الدراسي 2021 إلى 2022. ويؤهل المعهد طلابه وفق الحدود الدنيا للقبول للالتحاق بكليات الهندسة عقب انتهاء سنوات الدراسة. تنسيق معهد فني صناعي قويسنا. وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للقبول في تنسيق معهد فني صناعي قويسنا لدبلوم صنايع 2021 إلى 2022، والحد الأدنى للقبول في كاف تا فني صناعي قويسنا 76.85%. وفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن أعداد الطلاب المرشحين للالتحاق بالكليات للعام الجامعي 2021 إلى 2022 بلغ 22,809 طالب. وتبدأ مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية من السبت 9 إلى يوم الثلاثاء 12 من أكتوبر 2021.